بس خلونا دلوقتي قبل ما نروح لنادي الزمالك نروح لزميلنا مجدي الشربيني مراسل قنوات اون تايم سبورت من مقر اقامه منتخب كاب فيردي في منتجع الاسيوطي قبل مواجهه طبعا منتخب مصر يوم الجمعه الجايه في تصفيات امم افريقيا. مجدي برحب بيك وعايزك بقى تعرفني اكتر كده على اخر كواليس معسكر منتخب كاب فيردي. تحياتي ليك يا زميلة العزيزة لينا من هنا من منتجع الأسيوطي حيث مقر إقامة منتخب كاب فيردي اللي وصل إلى القاهرة يوم الأحد الماضي. عنده استعدادات على قدم وساق هنا، عنده تمرين يوميا على هذا الملعب الموجود خلفي. الفريق مستمتع جدا بوجوده هنا في القاهرة وبخاصة في هذا المكان، عندهم كمان أريحية كبيرة جدا لهدوء المكان وبعده عن الصحفيين، وهو اختار المكان ده كمان لما جه عمل المعسكر في هذا المكان اختاروا لهدوء. كان هناك جولة سياحية بالأمس في على هرم ميدوم، كان بعض اللاعبين والجهاز الفني. فريق اللي هيتحرك من هنا يوم الخميس هيعسكر في القاهرة وهيعمل يعني تمرينة رئيسية على استاد القاهرة، ثم يلاقي منتخبنا الوطني. إن نأمل إن شاء الله إن منتخبنا يحقق نتيجة إيجابية أمام هذا الفريق العنيد الكبير. لو عندك أي أسئلة تفضلي. لازم اسالك بقى عن اخر استعدادات لكاب فيردي، التمارين، المحاضرات اللي بتحصل بين المدير الفني واللاعبين، يعني انت كده من طبعا وجودك جنبهم كلمني عن اخر الاستعدادات. هو يومهم بيبدا بالصبح بدري، عندهم فطار ثم بيتجهوا الى محاضره خاصه مع المدير الفني. الساعه الرابعه بيتجهوا الى المطعم بياخدوا وجبه خفيفه، ثم بينزلوا الى ارض الملعب الساعه 5:30 بيعملوا تمرينه رئيسيه، ثم بيتجهوا مره اخرى الى غرف خلع الملابس ثم الى الاستراحه. واعتقد ان بعد ما بيدخلوا من التمرين ما فيش اي كلام خالص، ما فيش اي تحركات. المدير الفني والجهاز الفني هو بس اللي بينزل اذا كان هيقعد في المكان الخاص بيه. المجدي لازم اسالك عن حاجه تانية برضو، ان ايه سر قدوم الفريق بدري جدا عن موعد المباراه؟ ولو تقدر برضو تقول لي برنامج المنتخب طبعا منتخب كاب فيردي لحد يوم المباراه، يعني انت لسه كنت بتقول ان هم خلاص هينتقلوا للقاهره، برضو الخطه بتاعتهم في القاهره عامله ازاي؟ وبما ان انت قريب منهم ايه سر قدومهم بدري جدا قبل المباراه بفتره طويله؟ هو أصر المدير الفني إن هو يتواجد داخل القاهرة قبل المباراة بأسبوع للتأقلم على الجو والتأقلم كمان على الوضع الجديد اللي فيه منتخبنا ودراسة منتخبنا عن قرب. وأعتقد إن هو كمان عنده أريحية إن هو موجود هنا، لأن هو كان عنده بعض الشراكة هنا بعض الرعاة، فهم اللي أصروا إن هو يتواجد في القاهرة بأسرع بمساحة كبيرة يعني. والجدول المفروض ان الفريق هيمشي عليه لحد يوم المباراه، بعد طبعا لحد يوم الجمعه. الجدول الخاص بيهم زي ما بقول لحضرتك هم منوال على طول كل الايام، عندهم تمرينه رئيسيه ثم عندهم جيم، ثم بعد الجيم عندهم يوم في الاسبوع جيم، وعندهم التمرين الرئيسيه الى يوم الخميس. يوم الخميس هيتوجهوا الى القاهره لاقامه معسكر مغلق من يوم واحد ثم الى المباراه ان شاء الله. بشكرك جدا زميلي العزيز مجدي الشربيني على الاخبار اللي اوفتنا بيها.